يتحقق السلام في وطن واسع، وطن شاسع، مساحاته جميلة، خضرة وجمال، وجه حسن. نتكلم عن سودان كبير بناس، وكبير بقبائل، وكبير بسحنات، وكبير بكل الأشياء الجميلة المتوقعة. شاهدنا تقرير كردفان، يعني خلونا نشاهد هذا التقرير عن مليط سحر الطبيعة في السودان. سحائب الخريف المسافرات من وإلى كل الاتجاهات تحف هذه السفوح المطمئنة، فتحرض على التسكع والتمتع بحلو المناظر، مما جعلنا نتوقف في هذا المكان لنبتاع بعض الأشياء الصغيرة من هذه الصبية التي تهرول نحو الطريق كلما لاح في الأفق ما ينبئ بمرور سيارة تحمل مسافرين أو عابري طريق. حياك مليط صوب العارض الغادي، وجاد واديك ذا الجنات من وادي، فكم جلوت لنا من منظر عجب يشجي الخلية ويروي غلة الصادي. هذه الكلمات الرائعات التي نظمها الشاعر محمد سعيد العباسي يرددها كل من يقترب من هذا الوادي الذي ترقد مليط بباطن. عبق شعبي أصيل وعراقة المدن القديمة تفوحان من سوق المدينة الذي يسخر بكل ما هو بلدي وكل ما يحتاج إليه الناس من مأكل ومشرب، وأيضا بخيرات فصل الخريف الذي تنظم فيه الكلمات المنتقى والحروف المقفاة. أما عشاق المستديرة والمستطيل الأخضر أما الصوت الثاني فيسمى بجمل قام، وهو أكثر حيوية وحركة. جنجل هو الصوت الثالث، ويتميز بالخفة والعجلة ويشبه إيقاعه مشية. ربة المنزل أو ست البيت في حي الزيادية لا يخلو منزلها من الجارات، فبعد أن تقوم بأداء واجباتها المنزلية من طحن وطبخ تجلس معهن ليتغنين للحب وللوطن وللسلام. أما حجرتها الخاصة فهي آية من الجمال، وتنافس أرقى بيوتات الزينة والديكور. لا تحتاج إلى مال كثير، فالجلود والخرز الذي يلون بألوان زاهية وينظم أشكال عديدة يضفيان جمالا أخاذا على الحجرة التي تفرش بالسجاد وتغطى جدرانها بأروع وأبهى ما تجود به الطبيعة. عادات وطقوس رائعة يمارسها الزيادية. يصطف الرجال وتغني النساء وترقص، لحظات تظل عالقة بالذاكرة لا تمحى أو تنسى.